ماجد احمد بحار مدني، كنت كنشتغل في لاس بالماس، وفي 79 كنت انايا بحار، يعني كنخدم مع الناس اللي شالوتي ديال شركه سوما بيم، وقدر عليا القدر شدوني المرتزقه ديال البوليزاريو، انا وتسعود ديال المغاربه و12 بحار كوريانو واسبانيين، ومهما شدونا المرتزقه الظالمه داونا للشجون ديال تندوف، الشجون اللي شفنا فيها غير العذاب والظلم والقهره، وانا ما نسمحش لا للمرتزقه ولا للجزائر ولا كوبا ولا ليبيا ولا المساندين ديالهم، لانه شدوني شاب باقي عندي 22 عام ودوزوا عليا 20 سنه بليلها بنهارها، كلها دوزت عذاب وظلم، وما كاينش لا شفقه لا رحمه، الا من الشفقه والرحمه الا من عند الله سبحانه وتعالى، وعانينا يعني عذاب شديد، وحتى مليت الحياه وهربت ضربت 15 سنه ديال العذاب، حتى مليت وليت كنطلب الموت، وما الموت ما بغاش تجي لعندك، حتى وانا نهرب قمت بواحد العمليه ديال الهروب، ملي هربت تبعوني المرتزقه لان الصحراء بحر، واخا تهرب شهر يخرجوا غير ساعتين ديال بلي زوندروفير يشدوك، ما شدوني ردوني لعندهم وعذبوني عذاب شديد، قالوا لي انت يا باغي تقيس الرباط وغادي تقيس الملك يعطيك خطوطه زعما تولي شي حاجه، فهمت؟ دابا هنا هذا هو النهايه ديالك، دوزوا عليا واحد العذاب لا يعلمه الا الله، هرسوني من النيف ديالي، هرسوني من الضلوع ديالي، وبقيت من هذاك العهد وانا كنعاني، ومهما هذاك الشيء ما اكتفاش به، داك الهرس وداك الضرب وداك مت وحييت، على الخمسه ديال الصباح كيعيطوا على واحد القبطان جزائري، قال لي تعال تشوف شتا الحراه مات، وجا هو يدير الملف ديالي، جابوه وكيسيني بان السيد كان في عمليه عند كوبيين، دار عمليه ومات، عليا انا بانني انا الانفاس ديالي قطعت صافي، مت يعني موته نهائيه، قال لهم مش الحماد، قالوا لي لا مات صافي الله يرحمه، والا الله سبحانه وتعالى ويحنتهم ويعاود يزرع فيا الروح وانا نوض، بقيت كنكحب مع الصباح، انا طايح مع الخمسه الصباح في هذه الجهه كلها ولات لاكلاس، كنحس بالبروده كنفيق نحل عينيا كيبان لي غد بابا خرج كيجري، قال لهم تعالى جاي حربوكم ما جيش الحراب باقي حي، ملي رجعوا دوك الخمسه قال لي هذا خاصو يموت، قال لهم الطبيب الجزائري دار بانه مات خاصو يموت، واخا يموت بالقرطاس حنا ما تيهمناش، هو يدخل ذاك الجزائري بحال جعل ليه الله الرحمه في قلبه، وصلوا الخبار جا قال لهم ويدخل عليهم، قال لهم اش كتعدلوا؟ قال لهم الشلح خصو يموت، قال لهم والله يا بوكم شي واحد يقربوا انا حيديه الرجلين ديالو، انا قال لهم قلبته من قلبه من عقله مات، وربي حياه وانتم ما بغيتوا تقتلوه، خرجوا ينعلبوكم الكل، ردوني للمركز وعذبوني عذاب شديد، وبغاو يخرجوني، وكنقول للمحابس خوتي هادو الا بغاو يخرجوني خصني يقتلوني هنا حداكم، ومارسوا عليا واحد الممارسه ديال التعذيب، تصور على انه في الليل ولاو جا الطبيب مسكين ديالنا بغى يخرجوني، قال لهم ما يخرج هذا السيد مدني مريض ما يخرج حتى يبرا، بغاو يخرجوا يعدموني، فهمت ولا لا؟ وبقيت انا معاهم بهذيك المعاناه، ولاو في الليل كيجيو الجزاره ديالهم، وكان تغطى انا بليزار وربي شاهدنا عليه، وتيقول لي قول واش نقطعوا ليه الراس؟ قطعوا ليه الراس وتيجبد الشاقور، وكنحس انا كنتظر غير الجنوي اللي غادخل فيا ولا الشاقور اللي غادي يقطعوا لي به الراس ديالي، تيسمعوا الاذان تيقول ليه حرك بوك تعالى جاي، تيجروا هذاك الشيء من الله سبحانه وتعالى، وحمقوني تسطيت عام وانايا كنعاني، حتى جات اللجنه الدوليه ديال الصليب الاحمر كدير المرضى، وكنت انا من دوك الناس اللي الله نقذهم، هذا هو السبب ديالي باش جيت انا لبلادي،
جاو النصارى الصليب الاحمر الدولي قالوا بان هذا السيد مسكين مريض وداك الشيء، قال لهم الطبيب هذا راه مريض مدني بحار هكاين هكاين، عاود لهم القصه ديالي هما يتسجلوني في لائحه ديال الناس اللي غادي يطلقوا. ملي جاو المرتزقه قالوا كيفاش هذا مجيدي لا يخرج؟ لا ما غاديش يخرج، هذا غادي يبقى هنا، يبقى هنا عندنا حتى يموت. قال لهم داك الطبيب لا هذا راه انسان بريء مسكين ومدني، اش دار لكم؟ فهمتوا ولا لا؟ هو راه حمق حمقتو واش بغيتو عندي؟ وخرجوني داوني لواحد المركز اقبح مركز، داك المركز فيه الا الاعدام، اللي بغاو يعدموه كيصيفطوا داك المركز. تيقول لي ابراهيم السرباتي داك المركز. عاود داني وعاود قصات اخرين، تيجيو في اللي تيبغيو يخرجوني يبغيو يعذبوني، ولا حول ولا قوه الا بالله. بقيت كنعاني معاهم ولاد حرم ديك السنين الطويله، حتى الله سبحانه وتعالى فرج عليا وطلقني ما بين يديهم، وكنت فرحان بان غادي نجي لبلادي ووطني وغادي نعيش في الاستقرار ونعيش مرتاح، ونشوف والديا ونشوف خوتي ونشوف مليكي ونشوف الشعب. فهمت؟ مهما جينا الحمد لله جابونا لقادير، استقبلونا احر الاستقبال، جا سيدنا استقبلنا، قال لهم بان هاد الناس جاو من مدنيين وعسكريين، جاو من القصر خصكم تنقدوهم، جاو شي مريض شي مسطي شي، فهمت؟ المهم ملي عطاو اعطى بقينا كنعانيو. خرجنا قتل العيد الكبير يومين هما يخرجونا، عيطونا حنا 12 مدني، قلنا هنيئا لكم غتخرجون عند العائلات ديالكم. خرجنا عند العائلات ديالنا، جينا ملي جيت انا للدار لقيت انا لله وانا اليه راجعون. الوالد والوالده اللي خليتهم من ورايا وكنت كنشتغل عليهم وخارج كنضرب عليهم العذاب لقيتهم ماتوا توفوا. تنسول على فلان فلان نصف العائله لقيتهم مشى. وعاوتاني من المعاناه للمعاناه، جيت تنقسم لكم باليمين العظيم الى ريزوار ديال درهم ما عنديش. كيقول لك كاين مسؤولين كاين محسنين، انا نقول لك الحقيقه، شوف اخويا راه ما كاين لا مسؤولين لا محسنين. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا كنهضر لكم انا من الجراح اللي في قلبي وفي صدري، كنقولها من العذاب من الجحيم للجحيم. جيت من عند اعداء الوحده الترابيه وجيت لبلادي والوطني باش نعيش حريتي ونعيش في الاستقرار. وجيت وانا كنجري الاداره اللي مشيت لها من بعد غدا بعد غدا تنعيطوا ليك تنديروا ليك، ما خليت لا حاحه لا حب الملوك. كاع الادارات المغرب تساريتهم، كاع الرسائل الوزارات صاحب الجلاله تنصيفط ليه الرسائل ما كيوصلوش، فهمتي لا لا؟ ودايرين لنا بالعاني، دايرين لنا الصباط تحت سميتو، دايرين لنا العصا تحت في وسط الرويضه. بقيت كنعاني والله سبحانه وتعالى لا يخفى منه شيء، الله مع المحسنين مع الصابرين. بقيت كنعاني حتى لقيت واحد بنت الناس قلت دابا انا حياتي ضاعت، مشيت 45 سنة أرى نتوكل على الله ونشوف شي بنت الناس ونتزوج بها وندير دوك الوليدات، حتى لما درتش أنا في حياتي وما درتش لي الدولة اللي ضحيت من أجلها لقى الخير في دوك الوليدات. تزوجت ولدت الوليدات، عانيت معاهم ساكن، أنا جيت مريض وجيت كان وجيت مرض عقلي وجات فيا ليباتيت سي، هما الوثائق باقيين عندي، فهمتي لالا؟ واش غنقول لك لا حول ولا قوة الا بالله. كنطلب انايا يعني اللي كنطلبو انا يعني رد الاعتبار، رد الاعتبار. الدولة ديالي ضحيت عليها خصها ترد لي الاعتبار، حتى انا تعطيني شرف، حتى انا نحس بنفسي بانها مواطن مغربي شريف بحال وطنه وعلى بلاده، بان اليوم خصها تجي يعني تشرفوا ماشي تدلوا. انا اليوم عايش في بلادي عايش مدلول، لا عائله لا خوت لا مسؤولين لا الشعب لا والو. نقول لك الصراحة أقسم لك بالله لا عيش بالله برحمة رب العالمين.